اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام على أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من أرض الحسين، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، ومن هذه الأرض المقدسة وهذه الزيارة المباركة زيارة 10 محرم نقدم شكرنا ودعاؤنا إلى السيد القائد العام للقوات المسلحة، وإلى السيد رئيس اللجنة وزير الداخلية المحترم، وإلى عتباتنا المقدسة، وإلى كافة الوزارات والهيئات التي شاركت في هذه الزيارة المباركة، وإلى المواكب الحسينية وخدمة الحسين الذين قدموا الغالي والنفيس لتخفيف العناء عن الزائرين. شكرنا إلى كل من شارك وساهم في تقديم كل المساعدات الذي ساعدت على إكمال هذه الزيارة وساعدت الزوار على أداء هذه الشعيرة. شكرنا إلى الزوار الكرام الذين ساعدونا على تنفيذ هذه الخطة والتكاتف والتعاون مع الأجهزة الأمنية والاحترام المتبادل رغم حرارة الجو، رغم كثرة الأعداد، ولكن بفضل الله وبركة الإمام الحسين كان التعاون كبير بين الأجهزة الأمنية وبين المواكب الحسينية وخدمة الحسين وبين الزوار الكرام. وتميز أيضا في هذه الزيارة لحشدنا المقدس وهو الحضور الأخ رئيس أركان الحشد الشعبي الذي حضر وواكب ومن ثم أيضا شارك في هذه الركضة باتجاه الإمامين عليهم السلام. ومن هذا المكان، من كربلاء الحسين، من أرض عاشوراء، نعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية لزيارة عاشوراء دون تسجيل أي حادث يذكر، رغم الكثرة، رغم الحرارة، رغم الضغط الحاصل، ولكن ولله الحمد كان بانسيابية عالية والتزام الجميع بأداء المسؤولية والتعاون الذي ذكر في المقدمة. مع زيارة ملحوظة كانت في الأعداد رغم حرارة الجو ولكن بانسيابية عالية. مع التطور الحاصل في تنظيم الركضة رغم الأعداد وانسيابية الركضة وحركة الركضة باتجاه الإمامين، ولم نشاهد أي حوادث ذكرت لا في البدء ولا في النهاية حتى نهاية الأعداد بعد الخروج من الإمامين عليهم السلام. خطة متكاملة مع الاشتراك مع جميع الأجهزة الأمنية، لذا نعلن النجاح ونقدم الشكر والامتنان إلى جيشنا العراقي البطل وجميع الأخوة القادة، ابتداء من قائد عمليات إلى كل الأخوة الضباط والعامرين، وكذلك إلى الشرطة من قائد الشرطة لكل الأخوة الضباط والعامرين، وإلى قواتنا قوات الحشد المبارك لجميع القطاعات التي اشتركت وتميزت في هذه الخطة في التزامها وتعاونها وأدائها الواجب. ويعلم الجميع هناك انتشار للحشد الشعبي من المحاور الأربعة ومن ثم منطقة المسؤولية في ركضة طويريج، ولذلك شكري واعتزازي إلى أخوتي وأحبتي الأخوة القادة والآمرين والمجاهدين الأبطال، وكان دور كبير للقوات الضيفية المشتركة
مع القوات الأساسية في قيادة عمليات الفرات الأوسط اللي هي اللواء الأكبر، لواء صفين، فرقة الإمام علي، لواء فجر، تشكيل النخبة، وتميز حضور القوات الخاصة والقطعات الضيفية الأخرى. شكري واعتزازي للمعاونيات والمديريات أيضا اللي تميزت بوجودها وحضورها ودعمها للقيادة بامتياز. الإعلام لنقل الحقيقة للعالم، ليشاهد العالم اليوم ملايين اللي تقوم بهذه الرغبة وتؤدي هذه الزيارة باتجاه الإمام الحسين. مديرية الإعلام، مديرية الاستخبارات، مديرية الأمن، مديرية الطبابة، مديرية الكيناين، المتفجرات، اللوجستي، الحضور الكبير للأخوة للمساندة والمتابعة حتى نهاية هذه الركضة المباركة، هذه الشعيرة اللي أصبحت عالميا تنقل لكل فضائيات العالم. وخلي يشهد العالم الوضع الأمن العالي ووجود القطعات الأمنية المكثف للحفاظ على حياة الزوار. وهناك جهد آخر قد يكون خلف الكواليس للحفاظ على الزوار، على حياة الزوار وإعادتهم أو عودتهم إلى أهاليهم سالمين. أيضا الأعداد المشاركة لم حقيقة تسجل الأعداد بشكل دقيق، ولكن ننتظر إن شاء الله عتباتنا المقدسة أو المحافظة أنه تعطينا الرقم الأساسي أو الحقيقي للزوار. ولكن رغم كل التحديات، رغم كل تحديات الجو، رغم كل الصعوبات، ولكن كانت بإنسيابية باتجاه الإمامين، وكذلك بإنسيابية عن خروجهم من منطقة كربلاء ونقلهم من قبل الوزارات والحكومة المحلية والجيش والشرطة والحشد الشعبي من محافظة كربلاء إلى المحافظات المجاورة. أكرر شكري واعتزازي وامتناني لكل الذين شاركوا ودعموا ووقفوا لنجاح هذه الزيارة ولنجاح هذه الخطة على مستوى الجيش والشرطة والحشد الشعبي. وكان الدعم ملموسا من الأخ رئيس الهيئة ورئيس أركان وتواجد الأخ رئيس أركان، كذلك وزير الداخلية رئيس اللجنة والأخ قائد القوة البرية وتواجده، محافظ كربلاء وقائد الجيش العمليات وقائد الشرطة والأخ السيد المحافظ، رئيس الأركان الجيش المحترم أيضا لمتابعته قبل الركضة لوقوفه ومتابعة الخطط. الخطة ناجحة ونجاح عالي، ونشكر الله سبحانه وتعالى ونعاهد الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس أن يكون الحشد جنود أوفياء للحفاظ والدفاع عن الأرض والعرض والحفاظ على حياة الزوار في الإياب والذهاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.